يا شباب معكم حلقة جديدة مع يوتيوب جيمنج. النهاردة يا جدعان هنكمل لعبة المهرج المرعب. شكرا يا جدعان دعمكم الجميل يا جدعان, والنهاردة هتكون حلقتنا الأخيرة في اللعبة يا جماعة. مش عايزكم بقى يا جدعان تأثروا باللايكات, خلينا نوصلوا ل 80,000 لايك وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل بعد ما عطينا العقار لأختي. ممكن يا جدعان يطلب مننا تاني اديها العقار حسب التسجيل. اوكي انا جاي يا جدعان العقار وتشوف رد فعلها. It once said her, he only prolonged the torment of your sister. Her mind is completely in my hand. We'll be waiting for you at Death Bar. You remember where it is, don't you? Hurry up, puppy. هلا بار كده يا اختي, كده يا اختي. يا لهوي يا جدعان, شفت اختي عارت ايه؟ طبعا اللي مأثر عليها يا جدعان اللي بيتحكم فيها بالكامل هو المهرج المرعب. هيستناني يا جدعان في حديقة المهرج المجنون. يا احمد يا مجنون, هلا فرحان انت اخويا. خلينا نطلع يا جدعان من البيت. البيت بقى مش عاوز كله عفاريت يا جدعان. اوكي طبعا يا جدعان هنفتح الخريطة ونشوف فين مكان حديقة المهرج هيكون مكمبر فين. فخليني مبدئيا اشوف بس يا جدعان الموقع بتاعه. طبعا ده البيت بتاعي موجود هنا, ولو جينا بصينا والله صدق قريبا من بيت. هطلع زي ما انا يا جماعه, خش شمال في اليمين. مبروك عليك يا ابو اللذيذ, انت دلوقتي قدام حديقه المهرج. الله يستر. ولا ايه ده؟ ثواني يا جماعه, احنا لسه عملنا حاجه. ده بيوريني الموقع. عربيه مطافي راحت في المكان سريع سريع, شكل الموضوع كبير. يلا يا ابو اللذيذ في فيلم اكشن يا جدعان. والله يا جدعان اللعبه دي موبايله مخدومه قوي, عشان كده حبيتها والله. ما كنتش ناوي اكملها, بس لولا تشجيعكم لابو اللذيذ والوحوش يا جدعان قلت لا اجمد قلبك. بقول لك ايه يا عم الوحش, لو اخدت طلقات اللي هنا ايه هتسيبنا؟ اوكي ده راجل طلع ايه محترم يا جدعان. خلينا ناخد بس ايدي بسرعه, يلا خلص. اوكي اتنين درجه صغيره بندقيه, انا كابتن خليك بقى في حالك. خلينا يا جدعان نشوف احنا طيب ماشيين في الطريق الصح. اوكي هنخش يا جماعه زي ما احنا شمال, بس طريق مقفول. اوكي اوكي يلا بسرعه بسرعه. الله الله كده يا جدعان ايوه هيجي باب ونبدا نخش فعليا في اول محطه للحديقه بتاعه المهرج. يا ترى مستنينا ايه؟ خلينا نكمل زي ما احنا هنشوف. طبعا عربيه المطاف يا جدعان في مكان كان متولع هناك, فهي اكيد كانت رايحه تطفي الموقع اللي هناك ده. فخلينا بس ناخد الذخيره. ايوه كده شكل يا جدعان هيقابلنا وحوش لحد بكره. خد الميديك احتياطي. اوكي خد الطلقات تمام كده, اخدنا كل حاجه. خلينا نشوف, صدقوا هم خايفين عليا. حط اللي دي ابو اللذيذ خش. يا عم يب, هل تريد الحفظ؟ اكيد يا عم انا حاسس ان هروح فيها هنا. اوكي سيفنا كل حاجه. بقول لكم انا عايز اغير الشوت جان, لازم اربيه ده. يلا غير يا حبيب السلاح. لا مش المسدس, شوت جان يا حبيب قلبي. يا عم مش العصايه او شف, تعالى بقى. تعالى يلا علوبي. طلقتين كده وخلص يا جدعان. تصدقوا ان انا استعجلت؟ استنى استنى نكمل. استخبى يا جدع, يا ناقص وجع قلب. يا حلولي يا حلولي, المكان كله يا جدعان مولع بالكامل. خلينا نشوف طيب, ارتقي صندوق الاسعاف. اوكي وحار جدا, لا يمكنك المضي قدما, اكيد يعني هتروح فين. اوكي عندنا جدعان دي نقدر نستخدمها. حصلت على خرطوم الحريق تمام. خلينا بتاعه طب انا نستخدم دي هنا زي الفل. وصلناها وفي وحش جاي يستقبل. يا عم انت جاي في وسط الحريق ايه, انت ما بتحسش؟ بس كده مش تصير وجع قلب. استخدم اقصى ضغط لبدء الاطفاء تمام. تقريبا يا جدعان وصلت للحل. يا رب يا رب تظبط معايا. يلا جرب محاولة كمان. اوكي هنعمل هنا 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 هنا. الله عليك اخيرا يا جدع. طفي 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 الحريقة دي عشان نقدر نعدي الوحش اللي بيستقبل اللي ماقف جنبي ده. يا عم روح موت بعيد عني. يا عم طفينا المكان, نقدر يا جدعان نخش ونستكشف. شوف عم المهرج مفيش طلقات هنا على جنب.
ايوه انجاز محقق فينك يا جدع. من بقول لكم يا وحوش انا مش عايز اسكر عليكم بصراحه فيكم بصراحه. كان كمل اجري تير 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 تير. استنوا هدوا 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 هدوا. فيش طريق هنا؟ طيب نعدي هنا؟ هل انا اتحشرت ولا ايه؟ لا لا ينفع نعدي يا جماعه. يا بابا بسرعه بسرعه اهرب يا بقول لك ليك. في بوابه هنا. ليس العنصر المطلوب. اوكي محتاجين يا جدعان ادوات عشان نقدر نفتح. فخلينا نشوف عند البيوت اللي هنا ان شاء الله نلاقي الادوات اللي نقدر نستخدمها عشان نقدر نفتح البوابه. طبعا يا جدعان لو جينا بصينا على الخريطه احنا بالفعل ما رحناش لحديقه المهرج. فالفكره ان احنا فتحنا الطريق من ده بس في ادوات مش موجوده. فهي اكيد موجوده يا جدعان عند الحديقه. فاحنا هنروح وننطلق علشان نقدر نشوف بس. اكيد موجود هنا يا جدعان. ناخد بس الذخيره دي كده على السريع. تعالي. وفي تاني؟ ايوه هات يا معلم. محتاجين طلعات بالهبل الفتره اللي جايه. يلا ظبط. اخيرا يا جدعان توجه الى لانقاذ اختك. انا اهم موجود فيها. اوه ايه الادوات؟ قلت لكم مقص المعادن. تمام. وهذه مدينتي. لا يوجد مكان معرفش ليه. والبالونه طلعت يا جدعان مرعبه. وطايره لوحدها. تبقى هنخش في حلم جديد. افحص مدخل حديقه الموت. طب انا مش عارف اخش اصلا. هنا تشوف كده الرساله يا جدعان. تم اعلان التجمع على مستوى المدينه اليوم في الساعه مش عارف في الساعه الرئيسيه. لا يمكن كسر قفلهم. يبدو اننا بحاجه الى شخص لديه وصول من القاعده العسكريه. اوكي يعني لازم تصريح يا جدعان عشان نقدر نخش المكان ده. فخلينا نشوف لو نقدر نستخدم البالونه. وبتمشي اوتوماتيكي اوتوماتيكي. يا اسلندرين انت عارف تلعبي بيها ولا ايه؟ والله بتتحرك يا جدعان. رايحه فين؟ هتعدي المكان يا جدعان اللي كنا حاطين فيه ال اسمه ايه ده؟ عند عربيه المطافي. وهنستخدم الادوات اللي عند البوابه اللي مقفوله. معقوله البالونه هتقف هناك؟ خلينا نشوف يا جدعان اخر. ايه ده يا عم انت جاي تسافر؟ ايه يا عم انت عايز تخش تحلاوه؟ قال لك اخش في وسط الزحمه ساطر. ينفع اضرب على البالونه يا جدعان؟ استني استني بقى رخمه. انت تجري بسرعه كده ليه؟ عمار دخلت جوه. اوكي بالظبط. طب والله حلوه يا جدعان البالونه بتساعدنا. يلا يلا ننزل بسرعه. اوكي دخلنا المجاري يا جدعان نستكشف الحشرات اللي هو انجاز محقق يا جدع. تستقبل 1991. يلا يا جماعه انزل حولك في المجاري. حاضر. خدنا صرف صحه طاقه الخريطه عشان نعرف خريطه السفر. انت كمل لي خريطه. تستخني ولا ايه؟ كمل كمل. اجري اجري اجري. اوه يا جدعان المكان متقفل. هنستخدم البالونه عشان نخش في حلم. فبالتالي نقدر نفتح الاماكن المقفوله. ففي الاغلب هنلاقي راحت يا ابو اللزاليز. جازي وير ار يو؟ انا مش هنا. يا لا يا لا بجيراني يا جدعان. وير ار يو؟ اسرع طريق ونروح في داخل المهرج. هو فين اصلا؟ الرخامة من اول اول مكان سد يا جدعان. استنى 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 تشوف بس المباني اللي اتفتح الاول. اوكي نفتح دي الاول زي الفل. دور يا جماعه عايزين نفتح كل المباني. لو في باب فوتوا قولوا لي. انا مش عارف انا شغال فين. يلا يلا يلا. والله سامع قريب من هنا اهو شغال عم. اوكي اوكي دور دور دور. في واحده هنا كمان. افتح اهو فتحتها دي. اوه ده جاي لي تاني. تر 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 بسرعه. يا ترى يا ترى انا واحده انا واحده. اوكي المكان هنا مسدود. خلينا مكملين هنا يا جدعان. انت منتشر يا ابني في كل حته. ارحمنا شويه يا عم المهرج. ان شاء الله يسهل لك. المفروض يا جدعان نكمل في نفس الطريق ده. لو جينا بصينا على الخريطه اقدر امشي. اوكي اقدر اخش لمين؟ مشكله البيبان مقفوله يا جماعه. شوف طيب الخريطة. اوكي في مكان سد بس في مكان تاني نقدر نروحه. ايوه اوكي اخيرا يا جدعان. والله ما مصدق. But you can't hide. I better check how your sister's doing. رخامة. ده نقولنا يا جماعة الحمد لله. خرجت بعجوبة. انا مش مصدق. اركض في سلام يا ابو اللذاليز. اوكي نخش يا جدعان. نوصل على طريقة للهروب من فخ المهرج. اوكي خلينا نشوف الطيب دي الاول. انا عملته ده يا جدعان. ثواني 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 تقريبا هنا في الخشبه دي يا جدعان حامله ميه. ثواني خلينا نشوف دي الاول.
مع السكاف ولا جليك قصه امي انت على خشبه كمل يا معلم. بس المستوى ده كويس. يلا 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 شكله مخبي تماسيح زي الجده يا جدعان. ابحث عن طريقه للتغلب على خزان المياه. اوكي مفيش غير البالونه قدامنا. يلا نطلع من الحلم يا جدعان وناخد الحاجه فرقعت. يلا ناخد بقى الطلقات. تقريبا هيقابلنا وحش هنا يا جدعان. ما اقولكمش حاطط لي كميه طلقات و فار المجاري على ايه قاعد بكمل لنا. والله عندي احساس الجهاز محقق. اوكي اه شفت لكم يلا لمسني شويه خلصنا منه. خلينا يا جدعان نشوف الخريطه لان انا شكلي هنا هتوه. تحرس انت المجاري هنا. تعال اعمل لي فيها ملك المجد. تعال ما احسش ده ولا يا جدعان. افتح بقك افتح بقك. اوكي اخد واحده في بقه زي الفل. معناش غير طلقه واحده بس يا جماعه. الطلقات عندي خلاص كوسان طيبين. اوكي تمام خلينا نظبط الذاكره بتاعتنا وخلينا نشوف ايه تاني هنا. احنا هنحتاج نسجل وش يا جدعان. ياب سيف تم الحفظ. انا عندي احساس ان انا هموت هنا. فخلينا ناخد الطلقات. حلو اخدنا الرشاش. بس بيني وبينكم مش عايز اضيع الرشاش يا جدعان احتياطي. واخدنا ميديك معانا في طلقات هنا كمان. ايوه كده 100 100 نكمل يا جدعان ماشيين كده زي الفل. ونبدا مدخل القاعده العسكريه وصلنا مفتاح الحديقه. افتح باب القاعده العسكريه. اوكي يا جدعان ده المكان محصن بطريقه. اضغط 3 خطوتين لليسار، اضغط خطوتين للاسفل، اضغط خطوه يا اليمين، اضغط تصعيد، اضغط يا لهوي ايه يا عم ده. اوكي دخلنا يا جدعان في التلميحات وكتب لنا الكود. بصراحه كتر خيرك انا كده كده كنت هحتاج. 31785 31785. اوكي الله ما استخدم هو صدق يا جدعان. بس احنا لا عملنا شغل استخدمنا تلميحات ايه قليل. عندنا 12 كمان نعيش حياتنا ونبدا يا جدعان نخش للمكان الصعب نتفرج على الفيديوهات. ودخلنا يا جدعان اختيار البحث معرفش ايه مدرك ايه. هنبحث يا جماعه وسامع صوت وحش قاعد بيتجول في المنطقه. اوكي اكيد مش هيبقى وحش عادي يا جدعان. خليني بقول لكم ايه اغير البتاع ده عصيت ايه هات الرصاص. يلا الله ايوه كام 23 طلع مش عارف يا جدعان هتكفي ولا ايه الكلام. هناخد برضو احتياطاتنا. اوكي في خريطه هنا ولا فارغ؟ كده فارغ؟ انت بتستقبل فارغ ايه يا جدع؟ الله ايه؟ 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 اعوذ بالله تبك. بص يا جدعان ثواني بقى عشان ايه؟ خليني والله ده انا قلت هيلتهمني يا جدعان. لا بس ده ممكن يصحى يا جماعه ممكن يصحانا تاني. خلاني مش احسن بعيد عن المكان. يلا واللي جابه جوه ده وهاتوا لي في واحد تاني زيه كفايه قوي ده. ايه ده؟ المهم يا جدعان في باب عندنا مفتوح فاحنا نقدر نخشه دلوقتي ده. اوكي ناخد الادوات اللي جوه. وحده فتح بوابه الحديقه ودي اهم حاجه يا جماعه. في وحوش تانيه ولا ايه الكلام؟ نظف القطار المتضرر نطاق اطلاق غير محدود يعمل بجميع الابعاد استخدم عينيه. واو ايوه كده يا عم فينك من بدري. الله عليك يا ابو الذين انت هتشوفوا ايه مستور يا جدعان بتحلموش بيه. سامعك سامعك يا كابتن صحة تعالى عليك يا جدعان الادب كده فل الفل يا جدعان. نايم براحتنا ونظبط الكلام. ناخد طلقات. افتح 3 5 4 الله عليك وسائل المساعده يا جماعه. افتح الباب دي مهمه جدا يا جدعان محتاجين بطاريات وكام منطقه ترتلت دي هنستخدمها يا جدعان. اختار عن طريق لانقاذ المدينه. ابحث عن طريقه. تمام دي يا جدعان كانت موجوده هناك لما كنت داخل الحديقه نفسها. خلينا نشوف في ايه تاني لان احنا ممكن نحتاج حاجات ثانيه. اوكي ناخد بقى شويه طلقات ونظبط حالنا. يلا نخرج يا جدعان تقريبا احنا كده جمعنا كل الادوات الاساسيه. افتح افتح افتح. اوكي خرجني من هنا شكرا. هو فتحنا البوابه دي يا جدعان توجه لله لانقاذ معرفش ايه. هنرجع تاني يا جدعان للمنطقه بتاعتنا علشان المنطقه بتاعتنا اللي هنا يا جدعان عشان نقدر ننقذ اختنا. استنى يا عم الوحش اجرب بس السلاح. جاب له سكته عصبيه يا جماعه. يلا عمر 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 هذا كمان
لازم استنى حد يشحن، بس قوي جدا يا جدعان، احلى سلاح جبته بصراحه. نقدر ندخل دلوقتي؟ ايه يا عم انت مربي وحوش في الحديقه، انت بتعمل ايه؟ اوكي عندنا تيكت يا جدعان وانجاز جديد اخيرا يا جماعه. هات تذكره لك اقطار الجذب حلولي. الحديقه البايخه دي يا جدعان انا شفناها في الجزء الاول. الله انت اوكي دبل كل يا جماعه، الله عليك يا بلا جليك. ناخد ده كمان، فاكرين يا جدعان الحديقه البايخه؟ هنروح للاسف للقطر. هات برميدك هديك بص بتاعهم يا جدعان، اخد طلقه ريح يا على. اوكي شكله مرعب يا عم، انزح شويه. القطر هناك يا جدعان، نبدا نحط التذكره بتاعتنا وننطلق بالقطر. اوكي حط التذكره وخلينا نشوف، الله يستر يا جدعان. بص على الطريق ولا دريس كده، المفروض المهرج يكون في انتظارنا يا جماعه. ايه ده احنا عملنا ايه؟ بس مجرد فتحنا الطريق كده وخلاص. جد 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 عملتني فرح وقلق. يلا والله شكله ناوي يخطفني ولا ايه الكلام؟ في تروس. اوكي هات التروس دي. ايه ده كل التروس دي؟ تمام. وبعدين بلالين بلالين بلالين، بس ما تطمنش يا جدعان، ومكاني مش كويس خالص. حاسس ان هو كمين، معمول لي كمين من المهرج. معقوله يكون؟ مش عارف. وارد ليه لا؟ الله قلت لكم. مجنون. It turned out even better than I thought. Let's take our time to enjoy this moment. The train is already closed. ايه ده انا؟ ما تتكلمش في حالك يا عم المهرج. اوكي. جهز لها العدة يا جماعة. ابحث عن اختك في الحديقة. ابحث ايه يا عم؟ ثواني بس هنا نقدر نحط كروس هنا. يب حط كروس. الكرس الكرس ده هنا. طب ده هنا. طب ده هنا. ده من 35 ثانية. ده هنا. طيب ده هنا. اوكي ده هنا. اهزم المهرج. تعال يا مهرج يلا. يا لهوي يا جدعان. مجنون. اديله اديله واحد هنا كمان. اوكي صوت ده لعب عليك. خد واحده كم السلاح لازم يا جدعان نستناه. ديلو احلى واحده في اسنانك. اخيرا يا جدعان والله ما مصدق ده انت غلبتنا يا جدع. صعب جدا. اسوأ حلم احلم بيه في حياتي. لم يساعد شارلي انقاذ اخته؟ لم تستيقظ ليلي؟ ازاي ما انا مخلص عليه؟ لم يتم تفعيل الابراج الامنيه غادرت شل المدينه وحاول وصولها للجيش، لكن الوحوش قبرت عليه وقتلته. لا تزال منطلقه امام محاصره واصبحت ساحه تجارب عسكريه. اوكي ايه ده؟ انتوا تقدروا تخلصوا الحدوته؟ يا جدعان احنا عندنا اختيارات، يعني ممكن كل واحده نخلصها. حفظ اختك، اهزم المهرج، تفعيل الابراج الواقيه. ما شاء الله اسوأ النهايه والمهرج يتحول. يا جدعان شوف بقى عامل ازاي. وما عرفناش ننقذ اختنا للاسف. فطبعا يا جدعان اعرف لحد هنا، فلعجبكم الفيديو ما تنسوناش باب اللايك واتمنى انكم تشتركوا معانا في قناه ريسا جراد معانا. مش مصدق ان احنا ختمناها. شكرا لدعمكم الجميل. اشوفكم مره جايه فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. يلا سلام.